ليسوا سادة ولسنا عبيد. لن يرضخ شعبنا للاحتلال السعودي الإماراتي ولا للاستبداد الكهنوتي الإمامي وادعاءاته بالاصطفاء الإلهي. نحن اليمنيون، نحن أصحاب الأرض، نحن من يملك القرار والدولة والحكم والسيادة. هذا حقنا، حقنا أن نكون أحراراً لا عبيداً، حقنا أن نقرر مصيرنا بأيدينا لا أن نترك أعداءنا من يقررون. نحن يمنيون وبلادنا قبل الدين والمذهب والطائفة والشطر والمنطقة والقبيلة. إن الوعي الذي شكلته ثورة 26 من سبتمبر لدى أجيال من اليمنيين سيكون شعلة تضيء لنا الطريق وتجنبنا التيه والضلال، وهي من ستحقق لنا النصر. وسنوقف هذا الانقلاب الحوثي الفاشي وهذا الاحتلال السعودي الإماراتي البغيض. هذه الحرب على اليمنيين يجب أن تتوقف، وسيعمل اليمنيون على أن تتوقف هذه الحرب بطريقة عادلة. والعدل الذي نراه هو يتجلى في أن لا تتضرر مصالح اليمنيين إرضاء للميليشيات أو للدول التي ترى اليمن مجرد بلد من مساومات ومنطقة لزيادة النفوذ.